إذن مشاهدينا نتوقف الآن عند أولى محطاتنا، المحطة المحلية مع أمينة بن دحمان. مرحبا أمينة. أهلا بك هاجر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة المحلية. إذن دخل موزع الحليب بولاية خنشلة في إضراب عن العمل، وهذا بعد تقليص حصصهم من أكياس الحليب بعد إقدام الديوان الوطني للحليب ومشتقاته على تخفيض نسبة تزويد المصنع الوحيد من بودرة الحليب إلى أكثر من 10%، ما أصبح يهدد مصدر رزقهم الوحيد حسبهم. ميكروفون عمر عامري. جيو ندو من هنا، بصح لي كونتيتي تاعنا ناقصين، حنا يعطونا في 2000 و 2500 ونهار بعد نهار. بالنسبه لنا نجو من تبسه 115 ولا 120 كيلو، نشقاو هنا ندو، انا كي ندو لتبسه تمد الحانوت زوز ثلاثه اربعه والاخرى الباقي الكل يقول لك انا كيفاش ما نديش الحليب. يمدوا لنا في 1000 حليب كل نهار، 1000 هذه ما دارت لنا والو، البودره هذه يجي يقسمها لنا قدامنا، يجيبها قدامنا يقول نروح تشوبين نقسموها كل مع بعضنا. وش الكمين تاعنا نكسروا فيهم، شرينا كمين ب 300 ب 400 مليون، درك راح درك نكسروا فيهم كنا نشوف في الخساره. الانتاج ناقص لانه الديوان الوطني قام بتخفيض الكميه المسلمه لنا، وش هو احنا مع الكليون تاعنا نحاولوا باش نغطيو كافه الولايه ونغطيو ثاني ولايه تبسه لانها تابعه لينا. ولايه خنشلة عرفت نقص في ماده الحليب خلال شهر اكتوبر، خلال النصف الاول من شهر اكتوبر، وفي هذا الشان تم مراسله معالي وزير التجاره ومراسله السيد والي الولايه لاتخاذ الاجراءات المناسبه. خرج العشرة من الطلبة بكلية العلوم الطبيعية والحياة بولاية سيدي بلعباس في وقفة احتجاجية رافعين شعارات مطالبين فيها السلطات العليا بالتدخل والنظر إلى مطالبهم، خصوصا ما تعلق منها بفتح مدرسة عليا للفلاحة بولاية سيدي بلعباس التي تعد منطقة فلاحية بامتياز. سارة لليمي رصدت التالي. بعد رفع جملة من التقارير والبيانات أهمها فتح المدرسة العليا للفلاحة في سيدي بلعباس، ثانيا حول عدد المقاعد البيداغوجية، ثالثا حول عدد التخصص في سيدي بلعباس. ان شاء الله قضيتنا توصل للوزارة، وحنايا ماناش كما نقول لك ماناش ضد مسؤولين ولا، حنا مسؤولين قلنا لهم عاونونا باش نوصلوا الصوت تاعنا للوزارة، الوزارة اللي وعدتنا باش المدرسة العليا للفلاحة لا كرياسيون تاعها شغل تسرى السنة ما بان عليها حتى حاجه. مسيو لو ريكتور درنا البارح غينيو معاه وعطانا الوعود تاعه اللي هي نورمالمون اليوم يدلينا بالبي في تاعه نورمالمون اليوم، رانا اون تران داتوندغ الحمد لله، يعني ان شاء الله احنا الميساج تاعنا هذا يوصل لمسيو لو مينيستير باش يحل لنا ليكول بريباراتوار تاع ليكول سوبيريور داغونومي هنايا في سيدي بلعباس. عندنا اون فيرم بيداغوجيك، عندنا بليزيور هكتار، ما انا فريمون سي سري فريمون دو غاشي دو بيردر تو سيت اتيراي ونحلو في ان اوتخ اندوا. في موضوع اخر، تشهد العياده المتعدده الخدمات ببلديه لبيوض في النعامه تدني في خدمات الصحيه، حيث تعرف غيابا تاما للاطباء زاد في تازم الوضع الصحي للمرضى، ما جعلهم يطالبون السلطات المعنيه بالتدخل والوقوف على الوضع. مصطفى دحاوي عاد بالتالي. عندنا نقص في الاطباء، الطبيب يجيك على العشره، واحد ما كانش نقص في كما نقول في سياره الاسعاف، عندنا سياره واحده، اذا كانت واحده تولد اللي جاش واحد قراف ولا اكسيدونتي ولا حاجه ولا ما عندناش باش ندوه. خاصنا طبيب حنايا، رانا نشوفو دي فون مناش نلقوه هنايا، ورانا نقص معاناه راه حنا في السبيطار بزاف، خاطر شوين يخلق لك مرض من بعد العشاء هكا كله ما تلقاش ثاني. التطبيق اللي تعليمات السيد وزير الصحه والسكان وتعليمات السيد والي الولايه، عندنا سجلات رسميه مفتوحه للاستقبالات تعنى بالمشاكل المواطنين، استدير مادام الابواب مفتوحه والقنوات الرسميه مفتوحه، استدير على مدار الاسبوع، واي مشكل مهما كان مستوى المشكل، على كان على مستوى المؤسسه مستوى محلي نتخذوا الاجراءات فما، الا كان يحتاج للتنسيق مع رئيس بلديه ورئيس دائره نتصلوا بالسلطات. فلاحيا، ادى انتشار مرض السل البكتيري في اصابه مئات الهكتارات من اشجار الزيتون بولايه الجلفه، ما جعل الفلاحون يرفعون نداءهم للسلطات المحليه من اجل التدخل ووضع حد لما اصاب بساتينهم. كريم يحيى. مئات الهكتارات من اشجار الزيتون بولايه الجلفه صارت مهدده بالقطع والحرق نتيجه انتشار مرض السل البكتيري الذي اصاب البساتين في غياب اي تدخل من السلطات. الشجره هذه عندنا احنا لقينا ضاربها مرض السل هذا، ونحينا احنا الشجرات نحيناها من قلعناه،
ولقينا عند جيران ضرب من المرض هذا، معناها لازم العدوى لازم تنقل العدوى درك، نشوف المسؤولين كيفاه يديروا لنا كاش حل هذا المرض. الزيتون راه في المنطقة هذه راه ناجح مليح، وإنما الوقت التالي رانا سمعنا باللي راه سلط به مرض. أنا اللي حد الآن مازال ما اكتشفش المرض هذا أنا في المستثمرة تاعي، بصح ماذا بينا الدولة دير المستحيل معناتها باش تحمينا منه. وأمام هذا الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل الزيتون بالولاية، اكتفت مديرية المصالح الفلاحية بتقديم بعض الإرشادات. فيما يخص النصائح للفلاحين تتمثل كالتالي: أولا قص الأغصان المصابة وحرقها، وهذا شيء ضروري. تعقيم آلات القص بعد العملية هذه، يعني ممكن تمشي الأشجار أخرى ولا تقول عملية لازم تعقيمها. عدم جلب شجيرات وشجرات أخرى من مناطق أخرى اللي ممكن فيها المرض مصاب حتى تعود تبان بلي ماهيش مصابة، لازم عدم تنقل الأشجار. انتشار السلي وصل إلى أشجار الزيتون بالمدن، وهو ما جعل المواطنين ينادون بتدخل الوزارة الوصية لحماية هذه الشجرة المباركة. في موضوع آخر، قامت مديرية النقل بولاية ورقلة صباح اليوم بجلب عربات التراموي لإتمام مشروع ربط الولاية به. هذا وسيدخل التراموي بالولاية حيز الخدمة شهر جوان من السنة القادمة، إلى جانب عدد من الولايات على غرار ولايتي سيدي بلعباس ومستغانم. بهذا مشاهدينا نختم هذه الجولة المحلية، أشكركم على المتابعة وعودة إلى هاجر. جزيل شكرك يا أمينة بن دحمان.